السلام عليكم، معكم عبد الله بخاري من شركة بروج العقارية. عرضنا اليوم شقة غرفتين وصالة في منطقة أرسين بقرب الساحل. طبعا الشقة في العمارة اللي خلفنا مباشرة، هذه المسافة بين العمارة إلى الساحل 100 متر تقريبا. طبعا ساحل أرسين معروف بالتعديلات اللي فيها ما شاء الله تبارك الله. طبعا منطقة أرسين مخدومة بجميع الخدمات من مطاعم وخدمات سياحية وجلسات عائلية. تعالوا معنا نشوف الشقة على أرض الواقع. وصلنا الآن عند مدخل العمارة، تعالوا معنا نشوف تفاصيل الشقة من الداخل. بسم الله. وبكذا وصلنا معكم الشقة. طبعا الشقة غرفتين وصالة بمساحة 100 متر مربع في منطقة أرسين في الطابق السابع. عندنا في المدخل هنا ما شاء الله المساحة واسعة. في الجهة هذه عندنا الانترفون وعداد الكهرباء، وما ننسى الانترنت واصل فيها ما شاء الله. وعلى المدخل في الجهة هذه عندنا دورة المياه الأولى بنظام كلوزيت. طبعا فاصلين الكلوزيت عن المغسلة باب داخلي. تعالوا معنا نشوف الصالة. ما شاء الله عندنا مساحة واسعة وشريحة، وعندنا المطبخ بنظام أمريكي مفتوح على الصالة. وعندنا الإطلالة المفتوحة على البحر والطبيعة. وما ننسى توصيلات التكييف الواصلة للصالة. وعندنا في الجهة هذا البلكونة، ما شاء الله بلكونة واسعة 6 أمتار على متر ونص، وبإطلالة مفتوحة على البحر والطبيعة زي ما انتم شايفين. وكذا خلصنا من المنطقة هذه، تعالوا معايا نكمل باقي تفاصيل الشقة. عندنا في الجهة هذه دورة المياه الرئيسية بنظام كلوزيت، يوجد فيها البانيو أو المروش ومغسلة اليدين. وفي الجهة المقابلة عندنا الغرفة الأولى، ما شاء الله مساحة واسعة ومقبولة وبإطلالة بحرية. في الجهة الثانية عندنا غرفة النوم الرئيسية. طبعا مساحة واسعة وشريحة ما شاء الله تبارك الله، وعندنا الإطلالة الرائعة على البحر مباشرة. وبكذا أعطيتكم كامل تفاصيل الشقة، أتمنى أن الفيديو نال على إعجابكم، نراكم على خير. في نهاية الفيديو أتمنى أن المقطع نال على إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. التفاصيل والأسعار أسفل في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.